أول رد حوثيين على تشكيل المجلس الرئاسي وتنحي هادي عن السلطة والإعلان عن ثلاث شروط للقبول بالتشكيل. لنشاهد التفاصيل. بدأت ردود الفعل الغاضبة من قبل جماعة الحوثي المدعومة من إيران على خطوة تشكيل مجلس رئاسي جديد وتنحي وتسليم الرئيس عبد رب منصور هادي كافة صلاحياته إلى المجلس الرئاسي. أول التصريحات أطلقها عضو المكتب السياسي للجماعة محمد البخيتي من على شاشة قناة الجزيرة في قطر، حيث قال أن خطوة إنشاء مجلس قيادة رئاسي فاجأت الجميع وأنها خطوة غير شرعية وغير مبررة، واصفا المجلس بأنه لا يعبر عن رؤية اليمنيين وأنه امتداد للاحتلال ولا يمثل أي شرعية حسب تعبيره. وشن القيادي الحوثي محمد البخيتي هجوما على رئيس المجلس الرئاسي وزعم أن اختياره رئيسا للمجلس الجديد لأنه رجل أمريكا بحسب تعبيره، مضيفا أن رشاد محمد العليمي هو الوحيد الذي لم يبدي حرجا في تمرير مادة تشرع التواجد الأمريكي في اليمن. وحول ما إذا كانت الجماعة الحوثية سوف تجلس على طاولة الحوار مع المجلس الرئاسي، أعلن البخيتي رفض الحوار مع المجلس مطالبا بالحوار المباشر بين جماعته والدول الأربعة. إلى ذلك وضع رئيس وفد المفاوضات الحوثية محمد عبد السلام في تغريدة على تويتر ثلاث شروط للقبول بالمفاوضات مع المجلس الرئاسي، وقال إن طريق السلام بوقف عمليات التحالف المتوقفة منذ أيام ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية من البلاد. واعتبر القيادي الحوثي عدم تحقق مطالب جماعته نوعا من ترتيب الصفوف والدفع نحو مزيد من التصعيد حسب تعبيره. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.